هذا جهاز كهربائي آخر، طبعا مكتوب عليه 2000 إلى 36000 فولت. هذا الجهاز له مهمتين، المهمة الأولية هو فحص الطاقة العالية من الكهرباء. في حالة فحص الكهرباء يشب الإضاءة، هنا يشب الإضاءة ويشحن كهربائيا. في أمريكا وأوروبا يستعملون لكون رمون الماشية، فكانوا العراقيين بعد ما يشحنون الجهاز كهربائيا يبدؤون بإعطاء صحقات كهربائية أو كوي الكويتيين تحت العين على الرقبة أي مكان بارز بجسم الجهاز. حتى أنهم تفننوا في أدوات التعديل، الجهاز هذا هو جهاز عادي كهربائي عادي للأجراس المكاتب. إذا المدير أو رئيس القسم يحتاج إلى فراش أو ينادي أي شخص، طبعا هذه الأرقام موجودة، بس هم ضافوا عليه واير آخر يبدون يعطون صعقات كهربائية للشخص ويلامسه. حتى أن القسم اللي كان ينامون على الكويتيين في مخبر السراء، هذا القسم اللي وجدنا الأصابع والأظافر للكويتيين، طبعا وجدنا أعداد هائلة منهم، بس هذا اللي اليوم 26/2 هاي الأعداد اللي وجدناها ونقلناهم إلى مستشفى مبارك الكبير وحطناهم محلول أساس نراقب الناس قضاعة العراقيين وبشاعتهم وشون كانوا يستعملون، لدرجة ما كانوا يلحمون الكويتي، كانوا يقطعون أصابعه ويجلدون من جسمه. نعم، اللي كانوا حاطين السلسال بالحائط يجيبون الكويتي يخلونه يوقف على طرف أصابعه ويخلون السلسال على رقبته ويحطون قفل، يخلونه واقف ساعات يمكن أكثر من يوم. طبعا نتيجة لما النبي يرتخي يشنق نفسه بنفسه. الإسبانة مثلا كانوا يستعملون، كانوا يطبقون فيها الكويتي، أول هم يبطلون حلجة ويدخلون الإسبانة بالحلج داخل يبدون يكسرون أسنانه من داخل. حتى أن الجهاز هذا جهاز عسكري هو لتنظيف سلطات الـ RPG أو البازوكا، طبعا كان يستعمل للمرأة والرجل. طريقة الاستعمال لما يسحبون الوصلة هاي للخلف، الثلاث وصل البيضة هذه تصير في مستوى البايب، فيستعمل كرمال الرجل أو المرأة في الجهاز التناسلي. لما يستعمل في الجهاز التناسلي طبعا يضغط هذا للأمام بيكون نفس الشكل الآن، يبدؤون بعملية تعذيب الفر والشد.